أربيل ينضم إلينا الزميل يوسف مندلاوي، يحدثنا أيضا عن الانتعاش الاقتصادي الذي حدث خلال هذه الأيام في ظل توافد السياح من مدن الوسط والجنوب. نعم يوسف، مساء الخير، تفضل. نعم، مساء الخير لكم وللمشاهدين. طبيعي بعد النكسة السياحية التي حصلت في كردستان بسبب جائحة كورونا، يبدو أن هذه النكسة بدأت تنتهي وبدأ الانتعاش يعود شيئا فشيئا إلى هذا القطاع في كردستان وفي أربيل بشكل خاص. طبيعي هذا انعكس على الأسواق أيضا، هناك انتعاش واضح في الأسواق. العطلة التي أعطتها الحكومة الاتحادية للمواطنين يبدو أنها ساهمت أيضا في مجيء أعداد كبيرة من المواطنين إلى أربيل، وكان هذا طبعا مصدر سعادة وراحة وارتياح من قبل التجار وكذلك المواطنين، باعتبار أن تواجد هؤلاء المواطنين من محافظات الوسط والجنوب سيساعد على انتعاش الأسواق بشكل كبير. طبيعي مصايف كردستان وخاصة في أربيل، يعني بيخال وشقلاوة و جنديان، كل هذه المناطق شهدت خلال الأيام الماضية تواجد مكثف من قبل السياح، وكان هناك ارتياح من قبل المواطنين لمستويات الأسعار. لكن لاحظنا أنه كان هناك زحام على يعني أو إقبال كبير على الفنادق والموتيلات، وكان هناك بعض الارتفاع في أسعار الحجز في هذه الفنادق. بالنسبة لي لو تحدثنا عن الأسعار أيضا، هنالك اليوم ديما ارتفاع طفيف في سعر الدولار، كان بيختلف عن الأيام السابقة حيث شهد سعر صرف الدولار نوعا من الارتفاع، يعتقد مراقبون أنه سيصل، ربما سيجتاز حاجز 150,000 لورقة الـ100 دولار، وهذا ربما سيجعل من المواطن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وربما نوع من عدم الارتياح لدى المواطن في كردستان. نعم يوسف، أيضا أتساءل حول توافد السياح من مناطق الوسط والجنوب، وبالنسبة لإجراءات الوقاية من كورونا وحتى الأعداد، هذه الأعداد إذا كان هناك إصابات لا سمح الله ستسجل على دائرة أربيل أم كل على محافظته؟ هل لديك معلومة حول هذا الأمر؟ يعني بشكل عام للأسف لم نلاحظ تقيد من قبل المواطنين بإجراءات السلامة وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا. نعم. طبعا الإحصائيات لم تصدر من قبل وزارة الصحة في إقليم كردستان حول أعداد الإصابات بين السياح. بشكل عام أربيل غالبا ما تعطي إحصائياتها عن السكان الموجودين في أربيل، ولاحظنا أنه خلال الأيام الماضية وخلال الساعات الـ24 الماضية كان هناك نوع من الانخفاض في أعداد المصابين، وأعتقد أن المصابين من المحافظات الأخرى ربما لا يسجل على أربيل، وكل محافظة تسجل حالات الإصابة لديها في محافظاتها. نعم. يوسف مندلاوي مراسلنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.